μας λιγουά, ουάλα η ατάμετα καλά τελευταία στην κόη. Ο αζός κόμφορτ. Τελειώνει στάτουι. Τελειώνει στάτου, την Σαμία, Χένερι. Τελειώνει στάτου, εν. Χένερι. Ο Χένερι δεν είναι σκουά, θα ηχούν, θα ηγόν, θα ηγούνται, θα ηγούνουν, παρασκένα, σε βρυντάω πέτσιο. Πάει, ξεκάνει και είναι και μία κόμιστο. Λέει ακόμη, λάδι. Thank you.
الكومبيتيشن ده. انا مش عارف ايه. بس هو مش لابس نظاره. اتكلم ليه؟ Yeah.
ولا للدايره كده يعني. يا جدعان الطلبه داخل الدايره اللي بره مش جوه. Thank you.
دايمنشنز. دايمنشنز هتلاقي بتتكرر كتير جدا 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 في امتحاناتك. لو بصينا على الامتحانات القديمه تلاقي بتتكرر سواء الانت او الام، لو احنا مش هناخد الام ميوتشال داركنس. يعني تلاقي بتتكرر هل جبت دايمنشنز اوف ميوتشال داركنس او دايمنشنز اوف سيلف داركنس. طبعا الاثنين بيمثل يونتس وبيمثل ايه؟ دايمنشنز. ازاي اجيب الدايمنشنز بتاعت الام؟ من ده من الطلبة ركز معايا عشان نجيب الدايمنشنز. الفوق بيساوي نرجع الترم اللي فات كارنت على الارض وورك على كيو وورك على تشارج ممتاز. الكارنت عبارة عن ايه؟ كيو على تايم. Yo informo de la
هو في سي وار سبوت لو هتفوت العالم كمان سبوت انكلودنج
مش باقيين صح؟ عندك ايه؟ عندك راس مش راس؟ عندك ايه؟ فيزو؟ ايه؟ صح؟ شيد سكيميا؟ شكلتها شكلها ببدأ بالضغط العالم الريزيستنس ببدأ بالضغط العالم الريزيستنس ورسمه في سكيل ايه دي في سكيل؟ ده هو 5 فولتش برسمه 5 سنتي يعني باخد كل 1 سنتي 1 فولت كل 1 سنتي تطلع كبيرة قوي ايكوال 1 فولت بس كده يبقى بس كده دي بوينت ايه ودي بوينت بي بس دي بوينت بس الكومبس فتحه في دي سي سي بس دي سي والسيكند بوينت ايه افتح الكومبس سيكند بوينت ايه اركز عند دي وانا علامه لتحت واقول لكم ليه تحت Thank you.
في الصحة غريبة. يعني جمعة من 10 ل 20 طيب، والأعلى من هي كام؟ من 350. يبقى الإنترنال ريزيستنس أصغر بكتير جدا من الإكسترنال ريزيستنس. وبالتالي الفوق على الإنترنال ريزيستنس أصغر بكتير جدا من الفوق على الإكسترنال ريزيستنس. وبالتالي المسافة دي أصغر بكتير جدا من المسافة دي. علشان كده المسافة دي بتطلع لك بقى صغيرة جدا 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 جدا. عشان كده بقى عليك ليه؟ المفروض بقى تقلل الأرض. بدل ما هي 300 و 500 تخليها 50. خليها مش عارف ليه ما بيعملوش كده بالظبط. ليه؟ عشان الفولت اللي هنا قريب من الفولت اللي هنا. فعشان كده لو في حد مستني ليه دي بتطلع صغيره جدا جدا جدا. ده فين؟ انا شخصيا بسال فيه. قول بقى. ما بقاش كده. لو انا عايز اجيب قيمه الكباستنس. لو انا عايز اجيب قيمه الكباستنس بنفس الطريقه. الفولت اللي على الار سوري. الصوت يا جماعه الصوت. الكلام اللي في الار هو نفس الكلام اللي في كبس. يبقى في ار. في ار. على ار بيساوي في سي على اكس سي. اكس سي دي ما هو اكس سي؟ اكس سي للسريع الكباستيف ريأكتنس. اكس سي اسمها الكباستيف ريأكتنس. واليونتس بتاعتها او. اليونتس بتاعتها او. بس في فرق بينها وبين الريزيستنس. ايه الفرق ده؟ هقول لك كام شويه. طيب يبقى هي اللي ساعتها او بتساوي كام اكس سي؟ بتساوي 1 اوفر 2 باي اف سي. 1 اوفر 2 باي اف سي. اف ده اللي هو الفريكونسي وسي اللي هي الكاباستنس. الفريكونسي في نظامين في العالم. النظام البريطاني بريتش سيستم والامريكان سيستم. الامريكان سيستم بيبقى الفريكونسي 60 هرتز وده اللي ماشي في الدول الخليج. النظام البريطاني 50 هرتز او 50 هرتز تقريبا معظم دول افريقيا. يبقى احنا عندنا في مصر الفريكونسي 50 هرتز. طيب عوض الكلام ده هنا. مش هتوقع تتبهر ولا كتير. حتى المقاومة تموت يا عم. حتى المقاومة. يبقى في ار على ار بيساوي 2 باي اف سي في سي. انا عايز سي يبقى سي بتساوي 1 اوفر 2 باي اف ار في ار على بي سي. ده هو اللي بيحصل منه الكباستنس. طبعا الكباستنس اليونت بتاعتها فراغ مايكرو بتطلع فراغ زي فراغ. طيب في ار اللي هو مين؟ اي بي. طب والفي سي اللي هو مين؟ سي دي. هو ده الفولت اللي على الكباستور لو ما فيهوش الترنال ريزيستنس. دي الكباستور. وبالتالي الاوردر اللي كتب 1 اوفر 2 باي اف ار اي دي اوفر سي دي. بالنسبه للكوين نفس بالظبط. الفرق حاجه واحده اللي هو ايه؟ ان النقطه سي بتبقى فين؟ فوق. نفس الاستنس بس الرسمه بتاعتها بتبقى فوق. والقانون بس اللي هيتغير. ليه؟ هيبقى في ار على ار ايكوال في ال على اكس ال. اكس ال اللي هي الاندكتيف ريأكتنس. اندكتيف ريأكتنس. وبتساوي ايه؟ الاكس ال بيساوي 2 باي اف سي. 2 باي اف سي. طيب تيجي بقى الاستنتاج النظري. ليه مثلا في حاله الكباستور البوينت سي
من البي اي سي الاسهم دي لازم تتعمل لو انت عايز تاخد الفول مارك الاسهم تتعمل وتكتب عليها بي اي سي بي بي سي بي اي بي. الخطوه الاخيره بعمل ايه؟ بنزل بنورمال دي 90
Okay.
كبيرة جدا عشان اقدر اخد بوينتس during this charging case. طيب بعد الاسئلة اللي انا بسألها لو انا خليت البطارية تمتد باي 30 باي 60 دبل الدعم يبقى دبل ولا يقل للنص ولا ما يتغيرش؟ ما يتغيرش. لو دبل الاي ام اف ما يتغيرش. هو التايم كونستنت رقم ثابت لا يعتمد لا على الفورم وجاست يعتمد على مين؟ ار وسي. واضح الكلام ده؟ اشوفكم ان شاء الله.